في نسختها رقم 49. الهلال يبدأ في المباراة بكرة ملعوبة إلى ياسر الشهراني، محتسبة هلالية ملعوبة إلى نيفيز. نيفيز يلعب كرة لمنطقة الجزاء، الكرة فيها لمسة يد صافرة مخالفة ركلة حرة مباشرة محتسبة من حكم المباراة، ليصل اليوم إلى جانب نادي الجبلين. والأمال كبيرة من أنصار الجبلين بأن يسهم معهم كما أسهم مع الرياض في العام الماضي بالوصول إلى دوري المحترفين. الكرة ملعوبة على الطرف الأيمن إلى انطلاقة، المحاولة إلى محمد الرايحي، محمد يلعب كرة عرضية لكن مقطوعة نيفيز، أبعد كرة محدد. الهلال يستعيد الكرة سريعا باتجاه سالم، عدى فيها سالم، عدى من الثاني سالم، الثالث يا سالم، الرابع لا فكر انه يلعب كرة ارضية مقطوعة، والتسديدة ترتد من المدافعين مرت الى خارج ارضيات في الملعب. يا لها من لقطة، يا لها من كرة، يا لها من لعبة لسالم الدوسري. تصوروا معي لو ان سالم قرر يسددها، تصوروا معي لو انه نجح في تسديدها، تصوروا معي لو انه نجح في تسجيلها. الكرة ملعوبة على الجهات اليمين في صالح الهلال، الهلال مع الكرة على الطرف الأيمن، عرضية مقطوعة، الكرة فيها للأمام، مالكم إلى سالم الدوسري، سالم في كرة معها. أيها السيداتي والسادة، يطلق حكم المباراة صافرة سيد ماتيو معلنا عن نهاية أحداث زمن شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. الآن شوط المباراة الثاني على وشك البدء، مالكم لا شك بأن الخيار في التسديد من خارج منطقة الجزاء هو الحل المتبقي بالنسبة لعناصر الهلال. الحمدان يلعب كرة عرضية مقطوعة، الكرة بالرأس لتعود باتجاه حارس المرمى يزيد أبو ليلى. سلمان الفرج إلى ياسر، ياسر تقدم وانطلق، ياسر يلعب كرة إلى سالم الدوسري، سالم إلى مالكم، إلى متروفيتش، متروفيتش في تسديدة لكنه يفشل معها. مالكم التغطية حاضرة من أمامه، عادت للهلال إلى سعود، سعود إلى الحمدان، عبد الله من الجهات اليمين، عبد الله يتقدم إلى منطقة العمق إلى سالم الدوسري، سالم بتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب يسارية سالم. يلعب كرة في الجهات اليمين، مالكم إلى سعود عبد الحميد، الكرة واصلة هلالية روبن نيفيز، والتسديدة من سلمان، لكن هناك مشكلة أخرى تظهر للهلاليين حينما ينجحون في تجاوز دفاعات الجبلين. يقف من خلفهم حارس مرمى متمكن اسمه يزيد أبو ليلى، ولقبه الأمين في مرمى الجبلين يزيد أبو ليلى. سلمان يأخذ كرة، حاول فيها سلمان يلعبها إلى مالكم، مالكم يحاول يعدي، نجح في المرور والتسديدة من مالكم لكنها واصلة إلى يزيد أبو ليلى، تحديدا من الهلال ولو أنه الاحتكاكات تأتي من الجانبين. الكرة مبعدة، المحاولة لروبن نيفيز، الله، جول أول للهلال، روبن نيفيز أرسلها قوية. هذه الكرة لا دفاعات الجبلين ولا يزيد أبو ليلى لهم قدرة عليها، روبن نيفيز أرسلها من بعيد، الحل وكل الحل عند روبن نيفيز، إذا غابت الحلول فالحل هنا، روبن نيفيز أرسلها قوية صعبة جدا على يزيد أبو ليلى، يعطي الهدف الأول للهلال، يرسل الأفراح إلى المدرج الأزرق هنا في ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد. الله على روبن نيفيز، شوف روبن نيفيز بانت قيمته، ظهرت قيمته لما تقدم للأمام، روبن نيفيز يسجل هدف أول للهلال، صعب جدا على أبو ليلى، هدف رائع، يتقدم في نيفيز للهلال بالهدف الأول في المباراة، 1-0 للهلال في شوط المباراة الهلال الأول. الهلال يبدأ في التسجيل ويطمئن جمهوره أنه مستعد لمنافسات الكأس، والعين الأخرى تبدأ الآن في مراقبة الشباب للعودة إلى الصدارة. كانت كل الأنظار موجهة بالنسبة للهلاليين إلى هذه المباراة لأنه الهدف يغيب بالنسبة لهم، لكن بعد أن تمكن من الهلال من التسجيل عين تبقى هنا. وصالح الشهري مع خروج لسلمان الفرج،
إذا سافيتج صالح الشهري دخول سلمان الفرج وعبد الله الحمدان خروج. هكذا تأتي قرارات مدرب الهلال في إجراء أول تبديلات حالة فرح هلالية بتقدم الفريق بهدف مقابل لا شيء عن طريق روبن نيفيز. ياسر يلعب كرة إلى سافيتج، سافيتج، سافيتج بتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أرشدهم على الطريق روبن نيفيز، دلهم على الطريق روبن نيفيز. نعم من هنا الطريق إلى المرمى. سافيتج أراد أن يذهب بنفس الطريق الذي ذهب به وذهب إليه روبن نيفيز. الكرة مرت من سافيتج إلى خارج أرضية الملعب ليواجه الهلال من الجبلين في شوط المباراة الثاني. الكرة تلعب عرضية لكن باتجاه بونو. بونو اللي لم يختبر أبدا في المباراة نجح في التقاط الكرة الماضية. يلعب كرة لسعود عبد الحميد. سعود يأخذ كرة من الطرف الأيمن يلعبها بعرض الملعب واصلة. يا سلام يا سعود، نقلة رائعة باتجاه سالم الدوسري. سالم لعب كرة لياسر الشهراني، شهراني بعرضية لكن مقطوعة. نجح دفاع الجبلين في إبعادها. بوريتو ثم نقلة من بوريتو للأمام. عادت الكرة لصالح الهلال. الهلال مع كرة لسالم الدوسري. سالم بتمريرة لعبت باتجاه متروفيج. متروفيج وتسديد. الله، أوه. هدف ثاني صالح الشهري، يسجل ثاني أهداف الهلال. الهلال يحضر بكامل زينته وبكامل قوته في شوط المباراة الثاني، وعبر صالح الشهري وفرد الهلال يطلقها في شباك ويطلق رصاصته في شباك الجبلين معلنا ثاني أهداف الزعيم، ثاني أهدافه في المباراة. الكرة المبررة لصالح، قوية من صالح على أبو ليلى، والهلال يزيد من أهدافه في مرمى يزيد ويسجل ثاني أهدافه في شوط المباراة الثاني عبر صالح الشهري. ثنائية هلالية تنطق في شوط المباراة الثاني وتسعد أنصار الهلال في الشوط الثاني من المباراة. الهدف الثاني عبر صالح الشهري، هدفين مقابل لا شيء. الهلال يتقدم في شوط المباراة الثاني. الجبلين الذي ظل محافظا على مرماه طوال أوقات المباراة الآن يرفع الرايات البيضاء، الآن يستسلم الهلال، الآن يستسلم للقوة الهلالية الضاربة في شوط المباراة الثاني. الجماهير تحتفل بتقدم الفريق بثاني الأهداف، تشعل كاشفاتها فرحا بتقدم الفريق بثاني أهدافه في المباراة. الحكم يذهب للتأكد من سلامة وصحة الهدف. هذه الكرة اللي جات عند سافيتج. القرار بعد العودة للهدف بمخالفة. إذن مرر الكرة، نقلها باتجاه مالكوم. مالكوم يعدي، يمرر الكرة إلى روبن نيفيز، ومالكوم مع الكرة من الجهة اليمين يلعبها رائعة إلى منطقة الجزاء باتجاه صالح. الكثرة تغلب الشجاعة. تفوقوا في مهند النجعي، كرم المزاعل، يوسف الزرع، متروفيتش خلاص ترك. سالم الدوسري مررها بعرض الملعب، وصلت لكنو. كنو لعب كرة طويلة لكنها وصلت باتجاه حارس المرمى ياسر الشهراني. الأوقات الأخيرة في زمن شوط المباراة الثاني، هل تكفي الهلال إلى أن يضيف هدف آخر في شوط المباراة الثاني؟ كنو، والتسديدة قوية من كنو، لكن أيزيد أبو ليلى هذه المرة أدرك بأنهم يفكرون كثيرا في الكرات من خارج منطقة الجزاء، لذلك تألق أمام كرة هي من الكرات الصعبة على حراس المرمى، تلك الكرات اللي ترتطم من أمام حارس المرمى بالأرض، من أصعب الكرات. ومع ذلك البريك. وناصر الدوسري البدلاء في شوط المباراة الثاني عوضا عن مالكوم وسعود عبد الحميد. اللعبة من يزيد
لصالح الجبلين طويلة في الأمام. استعاد الكرة الهلال إلى سالم. سالم عدى، سالم انطلق في الجهة اليمين، سالم مع الكرة، المحاولة خطيرة، وسالم يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة، عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. فرصة خطيرة للهلال، سالم في الجهة اليمين. بهدف مقابل لا شيء. خلاص الأوقات الأخيرة من مباراة فريقها اقترب من النهاية. الكرة طويلة من البريك إلى خارج أرضية الملعب.